بهلة، عبق التاريخ، تلك الحضارة المختزنة في ذاكرة الزمن بكنوزها الأثرية المسطرة بأحرف من نور، ولاية عريقة لها وزنها في الذاكرة العمانية. اكتشافات أثرية تعود إلى الفترة الأولى من منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، تدلل على شهرة هذه المدينة الموغلة في القدم، ولعل أبرزها موقع سلوت الذي يعتبر من أشهر المواقع في تاريخ عمان القديم، حيث تظهر بقايا الحصن الذي ظل مأهولا بالسكان من الألف الأول قبل الميلاد حتى القرن الثالث عشر الهجري. هي التوأم لنزوى كما يصفها الكثيرون، كيف لا، وهي امتداد حافل بالأمجاد والأحداث، حيث اتخذها عمال بني العباس عاصمة لحكمهم على عمان لمدة 40 عاما. وفي عصر ملوك النباهنة اتخذها هؤلاء الملوك عاصمة لملكهم في فترة كانت توصف بالعصور المظلمة من تاريخ عمان، كما اشتهرت بهلة بتحصيناتها الحربية، وتعد قلعة بهلة أقدم هذه التحصينات، ويعود تاريخ بنائها إلى العصور ما قبل الإسلام، لذلك فهي تمثل أحد الرموز السياسية والاجتماعية والفنية في تاريخ عمان، فقد تم ضمها إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي في العام 1987 للميلاد.